السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا غادي نتكلموا على عبد المجيد ياحي، وين يتحدث عن أسباب إقصاء المنتخب الوطني من تأهل لكأس العالم، يعني وكذلك عن امكانيه يعني التعليق، ولاو يقول لك باللي الماتش يتعاود. قال لك هذوك ناس باعوا الجزائر، ماشي باعوا الاوهام، باعوا حتى الجزائر. عرفتوا كيفاش يعرف والله يعرف مي قالوا الصعب، قالوا شنو تقول على الماتش تاع اللي قالك هذوك باعوا الجزائر، ما باعوش على الناس هذو اللي كانوا يقول لك، قالك ما باعوش الاوهام للجزائريين، باعوهم. وصح ضحكوا علينا كاع الغاش، الناس يضحك علينا اليوم، الناس يتقصر علينا. انا نشوفو الناس راهم يديرهم يضحكوا علينا، هذا مش عكرا كيفاش يضحك علينا، مازال يضحك علينا الغاشي. هذاك بول العيا هذاك المخنث مازال، هذاك بو كلبه مازال، هذوك لي باطار مازالو، هذو مازالو يضحكوا علينا الغاشي. هذو يستغلوا الجزائر ذابحه، يستغلوها الجزائر تخسر، يستغلوها حتى الخساره، يعني ما عندهمش صاحبهم، ما عندهمش والو. عندو القناه نتا كو يحشوها له لي كومونتير تاعهم، يعني يطيحوا على لونترينير. غدوه صباح تسيبوه داير على لونترينير ديريكت، يقرا شكاين لي كومونتير، ما عندوش هو، ما عندوش النظره تاعه، النظره تاعو ما عندهمش، عندهم نظره يقرا لي كومونتير صباح طاب لي كومونتير. يسيب يعرف الغنيه كيما نهار لي واحد الخطره، نهار لي مش عكره قال لهم باللي الماتش بدا خرج هذا المخنث، قال لهم انا مش عكره ما يقنعنيش، ومش عكره ما عندوش لي بريف، يوري لي بريف. صاب بعد صاب الناس في الفيسبوك الاخرى مش عكره الماتش يتعاود منا، قالوا ان شاء الله الماتش وي جماعه مش عكره عنده الحق وراه قنعني واسمحوا لي تبقوا على خير، عندي مكالمه مع مش عكره ضرب صيد دب دخل. انا كنا قادرين نديروها لكم هذيك العبسه، قادرين نديرها لكم، نقول لكم ها ولا عندي مكالمه مع مشاكرا، ها ولا منا مشاكم امنين نفوت لكم مشاكرا يهدر ونورمال عادي. ويكم صايصين بالخناين و هو يعرف. الحمد لله يا ربي، هذا نعاودو نورلو لكم، يعني نذكروا الناس اللي واعيين، نذكروا الناس اللي كانوا يقول لك الماتش يتعاود. اسمع التذكير كي داير اقصاء الفريق الوطني، وهل ستعد المقابله حسب الخبرات؟ هذه نهار اللي قالها لكم على عمار لا علاقه له بالنتيجه. ما هو لمس ولا دو بري لا دو لوا، خلاص خاطئ عمار خاطئ. كل الامور الفريق الوطني ما ديسكاليفاش على امور. شو عمار خاطئ، الناس اللي بغاو يحصلوا في عمارة ظروك نهار اللي ربحنا في الكاميرون، شنو يقولوا؟ نرفعوا القبعة على المدرب او ما يخسر هذا المدرب، انتوما هذا المدرب خطيئته خسارة، مدرب خطير. وعندك نهار اللي يهدر في رمضان قال لهم عمارة خاطئ وضعيف، ولا انت قوي انت فايق ان هزمتو ماكاليفيتش كوب ديموند، انت قوي ولا انت فانيك ما كاليفي تاع لونترينر تاع افريقيا الوسطى، انت كاليفي تاع فيك ما كاليفي. انا نعرف بلي انت يا كاليفي وتقعد تهدر في البريزيدون، تجي عليك تقول ما انا درت كلش وحدي وانا قمت كلش بوحدي، تجي عليك. ها انت يا ايليميني وتحصل في الغاشي والربح عليك 35 مباراة تاعك، كيما قال لهم وي 35 بارتي، واه صح 35 بارتي، صح راني معاك 35 بارتي. وغينيا استوائية والكوت ديفوار والكاميرون، شكون هذوك؟ شكون يتحملهم هذوك؟ تعمل هذوك تاعنا حنا، هذوك تعمل هذيك خسارة تعمل تاع سبعة خوانا، والله لبصة تاع سبعة خوانا، غي قلنا تاع سبعة خوانا، هذوك ربعة ثلاث باركيات توالا. نتا سيراليون نورمالمون تحشم باش تقول 35 قول 34، سيراليون عيب، عيب تقول تحسبها باللي خمسة. سيراليون، النيجر جيبوتي، بورتوانا، هذو نورمالمون تحسب، ما تحسبهمش نورمالمون، تحسب خاطش على كنت تشوف طليان باش وصلت 37 مباراة شارب حد غير كاس اوروبا شارب حد،
ربحت انجليز في انجليز في بلادها. تعشي ربحت لارجنتين اي جايبتها حريز 35 مباراة راهي معاك. تعشي ربحت هانتا كون بقاو نحسبو راه خويا والله نحسبو كي نقولو جيبوتي تحشم النيجر تهود لك الوظيفة فماك هود مع السيمية تاع الماكلة نيجر وخفت منها وليتو تقولوا بلي كاين مؤامرة مديرو لنا مؤامرة وكثر خير الحاج محمد راو راوة خرج لك النيجر من مراكش وكثر خير الحاج محمد راو راوة خرج لك جيبوتي داها لمصر باش يكون على بالك اكسام ولا مش اكسام اكسام ولا مش اكسام هادي باش ديروها مليح بين لسانكم صورة لينا ولا السمو تشو الصح السمو وهل ستعد مقابلة حسب الخبرات؟ اسمع على عمار عمار لا علاقة له بالنتيجة واه خاطيها ما اسمع. هو لمس ولادو بري لادو لوان خلاص كل بزاف هو اللي قام كل الامور الفريق الوطني ما ديسكاليفاش على امور يخص لهم بال ولا يخص هذاك كلش عندهم كلش موفر حتى اللعب في تشاكر اللي خير في تشاكر راهو ساهم باش الفريق الوطني تليني اما هذه الحلم قال وهاهو يتعاود البعض ما يتعاودش هذا امر حتى ولو كان يكونوا يعني الاربيتراج يعاقبوا فقط هذا وين تهدرها على بالكم وين تهدرها هدرها لو 9 افريل هاي الوراي هدرها لو 9 افريل الناس هذو ما تسمعوا لهمش قاعدوا تسمعوا في واحد مخنط واحد يصيد الكلاب يغسل الكلاب مشاكره قاعدوا تسمعوا واحد لي باطر هذو ما تصنتوا لهم هذو ما تسمعوا لهم هذو فين هذا فين كره الجزائر هذا فين كره الجزائر الفريق الوطني ما ديسكاليفاش على امور يخص لهم بال ولا يخص هذاك كلش عندهم كلش موفر حتى اللعب في تشاكر اللي خير في تشاكر راهو ساهم باش الفريق الوطني تليني اما هذه الحلم قال وهاهو يتعاود البعض ما يتعاودش هذا امر حتى ولو كان يكونوا يعني الاربيتراج يعاقبوه فقط ولا من تحمل مسؤوليه الاقصاء يتحملها بالماضي هذا هو المسؤول هو تكتيكمون شوف ربح في لالي نجح تكتيكمون في الروتور سي اون ديفات تكتيك ما نروحوش بعيد ما فتشوش انت الرجل دخل بانسى المليون والاخر ميت اسمع انت تدخل تكتيكمون هما شافوك ديجا درسوك بدل غير هنا لعب 4-4 لعب انوتر سيستام رونفورسي وما تاتاكيش حنا دخلنا كاننا انا خاسرين شوف التوانسه هو يطلعوا على الكاميرا المالي ما تطلش عليا يبقى ثم باسكو هذا سيدي مات كي سوغاني سجوبا شقاش تحبس يعني لو درك المقابله ايس انا المقابله ايس وما نروحوش المسؤول وهو بعد اعترف باللي هو المسؤول على الاخفاق بالماضي اون بيرسون درك اذا يقعدوا يبدل عقليه يبدل عقلية قادر يفيد إذا كان فرد عقلية ويتهجم على الناس كل وما هوش تاع عندك تروز يا ريال كوش تروز يا ريال كوش هذا عندك من الزوز دير الأشهر ما تجيبش عطال عطال ستين كتصرة عطال مليحة ضربات ويسونتر كش ما دار سونتر ما دار والو الامور ماشيه على بعضها هو ممكن كسر تخدع يظهر له صاي كربح ليه راهو لهنا تجي مسؤول كلمه الاخرى خالي روح حنا اللي نتمناوه درك هذا سيدي باسي واو صايك جايب لي عطار جاي تجري وبغيت تحصل في الغاشي سبعه خوانا الشيطان الشيطان دكدكتنا ولد عمي راني مين شوف شوف ست تصويره تاع التوانسه كيفاش دخلوا الله يرحم شوي بالماضي ماذا بيك وتسكت ما تدير لا ندوه صحفية لا اسكت هذو اليوم ما تسكت تتفوتكم دي مونتال مع صوتها والله العظيم اسكت بغيت نعطيك رسالة اسكت تيفوت مارس تيجي مارس وهدر الله يبغيك ربي راك تبان راك الناس يشوف كوب دي مود ويزيدوا يشوفوك والهضرة تاعك غير اسكت اسكت انا نقولها لك ما كاش كاع على بالك
راك هرت كلش يا ولد عمي، ما خليت والو، اسكت وصايك. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو، واللي يمشي مابوني معنا يزيد يدخل ابوني معنا، وربي يحفظكم صحيتكم.